السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم أخواتي مرة أخرى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندي أقوى مبيض للوجه، واحد الوصفة رائعة كتحيد التجاعيد، كتحيد ديك التصبغات اللي كتكون في الوجه، كتحيد الكلف، عندها بزاف ديال الفوائد. هانتوما غادي تعرفوا هي العظم او العلفة اللي كتكون داخل لافوكا. انتم كتشوفوا هذه سهلة، ما فيها حتى شي حاجة ما عدا العظم، صافي غير العظم. وطبيعة الحال راه حنا غنستافدوا حتى من ديك اللحم ديال لافوكا، راه كنستغلوه في العصير، راه عدلت منه عصير، راه في واحد القناة ديالي غتلقاو الرابط في صندوق الوصف اللي بغى يشوف عصير من هاد الشياطة اللي شاطت لينا على هاد العظم. كنشبروا هاد العظم ونمسحوه، نمسحوه الا ما كناش محتفظين به راه يكون ناشف، ولكن حتى دابا ما كاين مشكل، كنمسحوه واخا كيكون من كنحكوه كيبدا كيزلق ماشي مشكل. هاد العظيم راه فيه فوائد كثيره، لا بالنسبه للصحه ولا بالنسبه للتجميل، لنضاره الوجه، تبيض كما قلت لكم، التجاعيد، بزاف بزاف. هاد العظم هذا ما ترميوهش، دائما احتفظوا به، واحد النهار تكون عندكم القناه وتعدلوا به داكشي اللي هاد الوصفه. كنشبروا كنحكوه، ها هو دابا شويه كيزلق لينا جديد، ملي كيكون عندي شحال كنحطو في الظل حتى كيبسوا نخبعوا، كيكون شويه ماشي بحال هكذا كيتزلق. المهم واخا هكاك طري دغيا راه كيتحك، ديروا معاه الخاطر، ولكن راه دغيا كيتحك ماشي. غادي نحكوه، ها هو حتى هاد السميته، حتى هاد القشيره كحله اللي كطيح ما ترميوهاش، خليوها حتى هي. وعاد كما قلت لكم راه اللي بغا تشوف العصير اللي عدلت بهاد لافوكا هادي راه تشوف في صندوق الوصف، عندي قناه اخرى خاصه بالطبخ. هو حكيناه دابا ساهل دغيا تحك، هو عنده فوائد كثيره، ولكن باش ما نضيعش لكم الوقت ونطول في الفيديو، راه نتوما كتعرفوا شوفوا عي في الانترنت غتعرفوا الفوائد ديال لافوكا والعظم ديال لافوكا. هيا عد عملناه، هذا عظم واحد كنعمل عليه 3 المعالق كبار ديال الحليب، هاد المعالق كبار ديال الحليب، ها هما كما كتشوفوا. ايوا ونطحنوه، ها هو طحناه غير كيتطحن، كنشبرو ونصفيوه. انا ما كنعملش التوب، كنصفي عي هكا كيتصفى بحال هاد الصفايات هكا رقاق، العين العيون ديالهم رقاقين، صافي ما يحتاجش نعملو شي شاش ولا شي منديل، هكذا صافي. صفيوه، ممكن نحاول نحيد كلشي ما نخلي حتى حاجه. هو الماء اللي شاط لينا هو اللي حصلنا عليه، كنزيدو عليه هاد المكونات، كنزيدو عليه الليمون الحامض، معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الليمون الحامض، ها هي. وكنعمل دانون، داك الزبادي كيقولوا الاخوه اللي خارج المغرب، الزبادي جوج المعلقات صغار، جوج المعلقات صغار. وهاد الوصفه اللي بغى يعمل عين ونص يعملو، مقادير يقسمها على جوج، وكتبقى الا بقات كتبقى في الثلاجه.
نخلطه عندنا. غتزيدوا واحد المكون اخر اللي هو حليب البودره، ها هو معروف عندنا حنايا هنايا، كل واحد والاسم ديالو في البلاد ديالو. هو جوج معالق صغار ونخلطوا دائما. حنا كنعملوا وحنا كنخلطوا، حنا كنعملوا وحنا كنخلطوا باش ما نبقاوش لينا دوك الكويرات. من بعد كنزيد النشا، النشا كنزيد 4 د المعلقات صغار د النشا كما كتشوفوا. دابا عملت الحليب، غادي نزيد 4 د المعلقات د النشا. هاهما حدا 4 صغار مع هذا الحليب اللي معلقه كبيره. كنخلطوا مزيان، من بعد السكر معلقه صغيره، وهذا كيساعد حتى هذا كيكون بحال كوماج للوجه، كيحيد كاع داك الشيء اللي كيكون في الوجه، الوسخ اللي كيكون في الوجه كل شيء، لان السكر نتوما كتعرفوا الدور ديالو، كيقشر مقشر. هي دابا هذا راه ملي كنخليوها واحد شويه راه كتزيد تهادي، كتزيد. ما كنبغيش انا نزيد النشا، الا بغيتو القوام يكون شويه سميك على هذا كتزيدوا معلقه صغيره د النشا. هكذا راه كيزيد يتقال، ملي كنزلوه انا في الثلاجه كيزيد يتقال، نتوما غادي تشوفوا. ومن بعد كتخليوه في الثلاجه. هاد القياس يقدكم جوج المرات، وهي اصلا خصكم تعملوها جوج المرات في الاسبوع لمده 15 حتى 20 دقيقه وتغسلوها. هاد الوصفه راه هي رائعه ومع المداومه، اي وصفه طبيعيه راه هي مع المداومه عاد كتعطي المفعول ديالها. من الشهر الاول كتبقى يبان ديك 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 النتيجه، ماشي الواحد يعمل حاجة مره وحده هي كتبقى من النهار الاول كتبان لك النتيجه، ولكن مع الايام كتزيد تبان اكثر. ها نتوما هو زاد تقال شويه بلا ما نخليت غير نفس القياس، ما زدت لا نشا لا والو. ها نتوما حيت هو ملي كيبقى واحد شويه كيولي بحال ما هكا ثقيل. شكرا على المتابعه ديالكم، وكنتمنى تجربوها، والى اللقاء مع فيديو جديد.